الاخضر صاحبي واه مالي العرس بزاف بزاف. قال لي يحيى عيسى لك حلو طاجل وعلى سيدي الزهر حبيبنا ماسترو عبدو 100 مليار دو فوا. صاحب لك كان من وجاك السب وابعد عنه وما ترد عليه جواب والصاحب لك كان يا من وجاك السب وابعد عنه وما ترد عليه جواب وما تنسى مواقفه في وقت القبة يا 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 وكيما كنت انت وياه في الشوق اصحابه يا يا وابعد عنه ما ترد عليه جواب وابعد عنه ما ترد عليه جواب وما تنسى مواقفه في وقت القب وما تنسى مواقفه في وقت القب وكما كنت انت وياه في الشوق اصحابه يا 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 مد قالك حسو مليار. قال لي ديما عيسى والباجا الواعرة قال لي مولي العرس بزاف بزاف مولي السلطان 100 مليار دو فوا. هذه دو سوميل اخويا عبدو جيني. قال لي يحيى محمد قال لي شدنا في عيسى الباجا الواعرة قال لي نوت فامي لك حل ديما. قال لي المايسترو عبدو قال لي شكور النايلي هكذا قال لي عميد الطابع النايلي هكذا اخويا من عد خويا محمد. قال لي لك حلو ناس ديز بزاف بزاف عرب نزوه. قال لي دي جيميدو ديما قال لي ناس برهني ديما وفارقنا الاحباب جا منهم واحد زاير هجرونا وعليه بالمرة قابو وما درنا لا عيب فيهم ولا عار عيسى ولا سباعا جاي لها من يهابو تعزم ليهم يا الحاذق في الاطيار تعزم ليهم يا الحاذق في الاطيار صاحب نتاع صواب ويا اعزم الصلاح راجل وولية وعيطة عنكم شتوا عنا الأضرار أعزم للصلاح راجل وولية يا يا وعيطة عنكم شتوا عنا الأضرار يا 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 عيسى. قال لي يحيى أحمد قال لي عرب بنزو ناس ديس قال لي مولي السلطان 100 مليار دو فوا. قال لي يحيى عيسى قال لي من عند محمد خويا قال لي يحيى عيسى والباجا الواعره ديما اشعل قوه ليا يا اهل الرقاده كونوا بالعاده وين عين الناقه ورجال شارف وين سيدي زين طول البرهان ومحمد بن دقمان منا علانا يا اهل الرقاده كونوا بالعاده وين عين الناقه ورجال شارف وين سيدي زين طول البرهان ومحمد بن دقمان منا علانا
سيس فرق ليلتهم خويا من فضلك. هذه 500 ميل هدية جيني يا خويا 500 ألف من عند خويا محمد. قال لي يحيى مولاي السلطان، قال لي حاضرين كاع لي حاضرين كاع، قال لي يحيى، قال لي هذه زيادة ب 200 ميل ولا 600 ميل. قال لي يحيى مولاي السلطان ديما، قال لي مولاي السلطان 100 مليار دوفوا، وقال لي خي قال لي حيي لي خويا عيسى، خويا عيسى والباج الواعره توجور. قال لي هذه تجيني زيادة، رجع لي رجع لي صاحبي رجع سايس سايس 200 ميل. قال لي ولا 900 ألف 900 زيدونا 100 مليون، نغفلوها مليون ونقلعوا نغفلوها مليون. هذه من عند محمد، هذه تحيي الرجال اخويا. هذا امن اليوم قال لي اهل الرقاده قول الله 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 قول يا اهل الرقاده كونوا بالعاده، وين عين الناقه ورجال شارف، وين سيدي زيانقه والبرهان ومحمد بن نقمان معنا على العرب. يا اهل الرقاده كونوا بالعاده، وين عين الناقه ورجال شارف، وين سيدي زيانقه والبرهان ومحمد بن نقمان معنا على العرب. انا وين الصبح وين السلطان ديما دراجي خويا السوميلي اضربوا. صاد كم بيت القول مولى الجلال.
قال لي الشاب عبد الصومي اللي عرش يكون رنيني قال لي دراجي دراجي خويا ربي خليه قال لي فاورو فاورو قال لي يحيى عيسى قال لي والباجا الواعره قال لي شيخ الشيوخ قال لي المناجور الصومي ديال دوفو تاعنا قال لي الشيخ عبدو ربي يخليه شي كور النايلي قال لي دي جي ميدو ودي جي ميدو ودي جي ميدو الصومي ديال دوفو قال لي ناس بنزور وناس الديس قال لي يحيى خويا الدراجي قال لي يحيى الاخضر وفامي الهول هيا قول له اش عنقول ها بالك حتى انا جيميدو يا زايرين المقام يا قصدين اعطيا بقصات كم بيض قول مولى الجلالية يا زايرين المقام يا قصدين اعطيا بقصات كم بيض قول مولى الجلالية والدوم ريال شيخ كله غلطبية كله راعي مريض مرضيك وولدية يا صغيرين المقام يا قاصدين أعطية مقصاد كم بيت قول مولى الجلالية والدوم ريال شيخ كله غلطبية كله راعي مريض مرضيك وولدية شار 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 قال لي من عاد الشيخ عيسى المناجور قال لي في خاطركم تول موند ومولي العرس بزاف ومولي السلطان ها